مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمه اخيره. العالم كله يلغي احتفالات الاعياد والكريسماس وراس السنه بسبب الكورونا. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ قليل اعلن الغاء الاحتفالات وتقييد الاوضاع في لندن. المانيا مغلقه، ايطاليا مغلقه، اسبانيا مغلقه، البرازيل مغلقه، كل الدول حوالينا بتلغي الاحتفالات باجراءات احترازيه مشدده. كان في امل أن هذه الإجراءات يتم تخفيفها مع الأعياد وترجع تاني بعد الأعياد في يناير، يعني يتم إغلاقها مرة أخرى. ولكن رغم أنه التطعيمات مستمرة، رغم أنه يعني امبارح تم اعتماد موديرنا كلقاح جديد في الولايات المتحدة، ولكن السنة دي مفيش أعياد كريسمس وراس السنة. أما في مصر فما زالت ابتدت الكنائس تتخذ عدد من الإجراءات. الكنيسة الإنجيلية هنقول لكم عليها، الكاثوليكية أيضا، ومنتظرين قرار الكنيسة الأرثوذكسية بعيد أعياد 7 يناير. كل سنة وانتوا طيبين. وزارة السياحة أعلنت إلغاء كافة الاحتفالات داخل الفنادق في أعياد الميلاد ورأس السنة. يعني العالم كله الحقيقة بيتقبل الأعياد، أو يعني بتقبل عليه الأعياد، ويعني وإحنا كان نفسنا إنه الدنيا ترجع أفضل قليلا، ولكن الوباء منتشر، ما زالت الجائحة منتشرة. وزي ما قلت لكم السنة الجاية كلها بالماسك، السنة الجاية كلها 2021 مش هنسيب الكمامات للأسف، لحد ما يكون في مناعة القطيع أو الهيرد اميونيتي، يعني لحد ما نطعم يعني حوالي 60-70% من المواطنين حول العالم، وده رقم ضخم جدا. الأرقام في مصر بترتفع كل يوم، سواء الإصابات أو الوفيات، ونتمنى أن الناس تاخد بالها. يعني نتمنى أن الناس، أنا بحس أن الناس ما عندهاش إحساس القلق على الإطلاق. امبارح أنا كنت في احتفال دير جاست اللي بيكرم عدد من الناس، تقريبا كنت واحدة من 3-4 لابسين الماسك بجد. يعني مفيش، الناس مش مهتمة، مش قلقانة، برغم ان الوباء كبير، يعني منتشر بشكل كبير جدا. في حلقتنا النهاردة أيضا اللي هنفردها كلها للأخبار، هنتابع موقف اتحاد الكرة الجديد المعين من قبل الفيفا، وهنسأل السؤال الأهم، هل بالفعل هتكون هناك انتخابات في فبراير المقبل؟ هذا الاتحاد مهمته أنه يعد للانتخابات المقبلة، فهنشوف هل فعلا هتكون في انتخابات ولا لا. أيضا سنتابع زيارة وزراء خارجية الأردن وفلسطين لمصر ولقائهم مع السيد الرئيس، محاولة حلحلة مفاوضات السلام وإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة المفاوضات. القضية الفلسطينية مرة أخرى هي مركز اهتمام الدول العربية، بالذات هذه الدول العربية الثلاث. وأعلنت أعلن وزراء الخارجية العرب لهذه الدول التزامهم والتمسك بالثوابت يعني المعلنة، المبادرة العربية حل الدولتين، حدود الدولة الفلسطينية على حدود 67، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. يلا نبتدي حلقة كلها أخبار. اهلا بكم. إذن امبارح فاكسين جديد دخل في اللقاحات التي يتم اعتمادها، شركة موديرنا الأمريكية. تم اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام طارئ emergency approval للقاح موديرنا، واللي قال الخبراء انه فعال بنسبة 94%. كده معانا ايه؟ كده معانا
فايزر بايونتك تم اعتماده بالفعل من امريكا ومن بريطانيا ومن عدد من الدول، موديرنا تم اعتماده من امريكا، احنا منتظرين استرا زينيكا اللي متوقعين قبل نهايه ديسمبر هيتم اعتماده يعني. وبدات الدول، اليابان مثلا اشترت برضو عدد من الجرعات حوالي 50 مليون جرعه من عقار فايزر بايونتك وموديرنا أيضا. خلونا نشوف يعني الدول العربية، الدول العربية انقسمت ما بين اللقاحات، يعني هنلاقي انه الدول العربية فيها تقريبا 5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، فنلاقي مثلا انه مصر والإمارات والمغرب تشارك في التجارب السريرية للقاحات الصينية ساينوفار، هو اعتمد فقط في الإمارات، لسه لم يعتمد في مصر، لم يعتمد في المغرب، لم يعتمد إلا في دولة الإمارات، والصين بالفعل استخدمته على حوالي 1 مليون مواطن صيني. باقي الدول العربية، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان، عفوا شريت، الأردن، لبنان، تونس، كلها أعلنت نيتها استخدام لقاح فايزر بايونتك. البحرين أيضا، عفوا البحرين أيضا دولة أخرى غير الإمارات اعتمدت اعتماد طوارئ للقاح الصيني ساينوفارم، وبالتالي البحرين والإمارات اعتمدتها ساينوفارم، مصر لسه لم تعتمده، ولكن هذا هو تقسيم الدول العربية التي اعتمدت اللقاحات. ماذا يحدث في مصر؟ في مصر عندنا مجموعة تطورات، الكنيسة الإنجيلية قررت الحضور في أعياد احتفالات الميلاد يوم 5 يناير، فقط أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية ورعاة الكنيسة في قصر الدبارة فقط. إلغاء كافة الاحتفالات والمناسبات وكافة الأنشطة داخل الكنائس حتى 15 يناير، دي الكنيسة الإنجيلية، والسماح بصلوات يوم الأحد صباحا ومساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، صلوات الجنازات على أسر المتوفى مع إلغاء العزاءات. كنيسة كاثوليكية اللي عيدها يوم 25 قررت إقامة القداس عيد الميلاد ليلة 25 ديسمبر بصورة طبيعية. الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي معظم المسيحيين في مصر لم تقرر موقفها بعد، لكن كان فترة تعليق الأنشطة لحد 31 ديسمبر. طيب خلينا نذهب إلى يعني نسمع ما هو الوضع في العالم. دكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية. دكتور مساء الخير. مساء الخير مدام لميس، تحياتي للساده. أهلا بك. يعني ما هو الفرق؟ احنا عارفين دلوقتي ان في فروق بين اللقاحات، فروق في الهندسه الوراثيه وفي طريقه صناعه اللقاحات، اللقاحات التقليديه واللقاحات غير التقليديه. منظمه الصحه العالميه ما هو موقفها من كل هذه اللقاحات؟ الحقيقه كما اشرت صناعه اللقاح هي صناعه معقده وتشهد تقدم كبير في الفتره الحاليه. طريقة تصنيعه بتختلف من شركة إلى أخرى، لكن كلها بتهدف إلى شيء واحد، هو تعريف جهاز المناعة البشري بالفيروس. إما يكون بشكل فيروس مضاعف أو فيروس تم إمامته أو بجزء من الفيروس. قد نستخدم فيروس غير ضار ويتم تعريف الفيروس الضار به. الهدف جميعه هو تعريف الجهاز المناعي بهذا الفيروس، تعريف غير مضر ولكن يقوي جهاز المناعة في حال الإصابة الحقيقية يستطيع الإنسان أن يتعامل معها. اعتمد منظمة الصحة الكثير من الطرق، شهدت لقاحات كوفيد 19 بطريقة جديدة، هو استخدام ما يسمى برسالة الحمض النووي، ماسنجر ار ان اي. مظبوط. ففي شركتين استخدموا هذه التقنية، هي تقنية حديثة بالطبع أول مرة يتم استخدامها، ولكن ليس معنى ذلك أنها غير آمنة، بالعكس مفترض طبقا لكل النظريات أنها ستكون أكثر أمانا، لأن يتم تعريف الخلية البشرية أو جهاز المناعة البشري بجزء من التركيب الجيني للفيروس. أيوه، يعني هل منظمة الصحة العالمية، أنا عارفة أن منظمة الصحة العالمية مش جهة
انها تعتمد او لا تعتمد، لكن هو المنظمه تنظر لهذه اللقاحات ازاي؟ للقاح الصيني ساينوفارم هل هناك ابحاث كافيه عنه؟ للقاح اللي هو الماسنجر ار ان اي اللي هو زي فايزر، هل هذا التكنيك الجديد بالنسبه لمنظمه الصحه يعني تكنيك مرضي يعني علميا؟ يعني كيف تقيمون هذه الفاكسينات؟ التقييم بيكون من طريقتين، طريقه التصنيع، وكل الشركات التي قامت بالتصنيع استخدمت سواء كانت طرق قديمه او طرق حديثه هي طرق موافق عليها او تم اعتمادها من منظمه الصحه العالميه، ولكن فعاليه اللقاح هذا ما تنظره منظمه الصحه العالميه. هناك حاليا اربع لقاحات انهت المرحله الثالثه من ضمنها بالطبع لقاح فايزر، حتى الان بيتم مراجعه الطرق التجارب الكلينيكيه، التجارب الكلينيكيه ثلاث مراحل، بيتم التاكد ان هذه المراحل تمت بشكل علمي جيد، لم تظهر اعراض جانبيه على من تمت تجربه اللقاح لديه، مده فعاليه اللقاح، فعاليه اللقاح، كل هذه عوامل يتم مراجعتها بناء على البيانات التي تقدمها الشركه المصنعه الى منظمه الصحه العالميه. تلقت منظمه الصحه العالميه حتى الان بيانات من فايزر بيتم مراجعتها بشكل دقيق. طيب فايزر قول لي ايه، حضرتك بتكلمني عن اربع لقاحات، ايه هم الاربع لقاحات اللي فايزر دي؟ انا بتكلم على اربع لقاحات التي انهت التجارب الكلينيكيه، احنا عندنا في فايزر، عندنا في موديرنا، في اوكسفورد، وفي لقاح اخر. لا لا انا مش سامع يا دكتور، معلش صوت وحش. فايزر، انا بعتذر لحضرتك. فايزر، موديرنا، واوكسفورد، اوكسفورد استرازينيكا، ايوه بالظبط، وفي شركه اسبانيه اخرى غير شركه ساينوفارم. في ساينوفارم ولا ساينوفاك؟ ساينوفاك. ساينوفاك هي دي اللي قدمت، هي انهت المرحله الثالثه. ساينوفاك مش ساينوفارم، ساينوفاك. لا دول رسميا ان هي انهت المرحله الثالثه. طيب دول بيقدموا ورقهم بقى ل، مش اعتماد، ولكن بيقدموا ورقهم لل WHO لمنظمة الصحة العالمية ولا لا، ولا بيعلنوا الأبحاث فقط؟ احنا عندنا في طريقتين للاعتماد، في دول لديها الآلية لاعتماد اللقاح، ودي طبعا في دول كتير ومن ضمنها مصر طبعا بيكون في عندها هذه القدرات، وبالتالي في الغالب ما بتحتاجش لاعتماد منظمة الصحة العالمية. وفي دول ليس لديها مثل هذه الآلية، وبالتالي بتنتظر اعتماد منظمة الصحة العالمية أو إحدى الجهات العلمية الأخرى. اعتماد منظمه الصحه العالميه الحقيقه هو اعتماد يؤكد فعاليه وقوه اللقاح، يؤكد مأمونيته، بالاضافه انه بيفتح الباب للاعتماد على او الشراء المانحين من خلال المانحين، وخاصه الدول اللي بتحتاج دعم في مجال اللقاحات. طب انتوا امتى ستقومون باعتماد واحد من الاربعه دول؟ حاليا تم الاعلان انه في خلال اسابيع قليله، خلال الاسبوعين القادمين سيتم الاعلان عن نتيجه مراجعه فايزر. فايزر اول لقاح انتوا هتعلنوا عن نتائج مراجعته، معلش انا بعيد الكلام لانه عشان الصوت مش واضح، اتفضل. مظبوط يا فندم. فايزر هو اول لقاح انتوا هتعلنوا نتائجه امتى يا دكتور؟ متوقع خلال الاسبوعين القادمين ان شاء الله. الاسبوعين القادمين، بعدها بتتكلموا في الثلاث لقاحات الاخرى، هل ساينو فارم تقدموا باوراقهم للاعتماد من الصحه العالميه؟ هل مثلا قدموا ابحاثهم ولا لا؟ لا، حتى الان لم يقدموا الابحاث، اعتقد ان هم ما زالوا في المرحله الثالثه، لم ينهوها بعد، وبالتالي لم يقدموا بعد نتائج ابحاث المرحله الثالثه. طب ليه المنظمة تبدو متأخرة عن اعتمادات الدول؟ يعني الـ FDA في أمريكا يعتمد، إنجلترا أيضا بتعتمد، الدول الأخرى كل دولة لها هيئة الغذاء، حتى المملكة السعودية هيئة الغذاء والدواء الخاصة بها، وبتعتمد طبقا للدراسات اللي هي بتراها. ليه منظمة الصحة العالمية ورا خطوة؟ الحقيقة مش ورا، يعني لأن اعتماد منظمة الصحة العالمية هو اعتماد سوف تستخدمه الكثير من الدول، لابد أن يكون اعتماد مدقق بشكل كبير. الجزء الآخر معظم الجهات التي اعتمدته بشكل طوارئ، باستخدام في الطوارئ وليس الاعتماد طوارئ. نعم، فأنتوا اعتمادكم أتوقع أن المنظمة تقوم بذلك أيضا. فأنتوا اعتمادكم لن يكون للطوارئ ولا طوارئ أيضا؟ وارد جدا للطوارئ، لان نعلم ان في مرحله رابعه في
التجارب الكلينيكية أو المتابعة ما زالت قائمة مع الاستخدام بشكل موزع على الأفراد بشكل طبيعي، يتم مراجعة أي أعراض تتطلب. طب دكتور، يعني لما بتسمعوا عن اعراض مثلا لحاجه من فايزر، بتسمعوا ان بيرو وقفت الساينوفارم، التجارب الساينوفارم، بتسمعوا مثلا حصل مشكله في استرازينيكا، ده بيحصل في ودن التجارب، هل ده مقلق؟ يعني لما حد بيسمع، عشان المواطنين قلقانين جدا، في ناس كتير قالت لك لا يا عم انا مش واخد الفاكسين ده لحد ما يجربوه، ده دول كروته التجارب، لانه عشان الوقت وان احنا عايزين نخلص ودي عمليه تجاريه بحته. انتوا لما بتشوفوا سايد افكتس لفايزر او لساينوفارم او اي او استرازينيكا او اي حاجه، بتقلقوا او ده بالنسبه لكم مؤشر سلبي؟ لا، هو على حسب بالطبع نوعيه الاعراض الجانبيه، لكن حتى الان لم يتم الابلاغ عن اعراض جانبيه خطيره. من بعض الساعه بشكل دقيق كل ما يتم نشره عن الاعراض يا فايزر، الاعراض التي تم الاشاره اليها وحتى حالات الوفيات لا تكن مقلقة على الإطلاق، ليس معناه ان احنا من طبعا اعتمدته، ولكن هذه الجزئية غير مقلقة. التجربة تمت على عشرات الآلاف من البشر، حدوث بعض الحالات في الغالب كانت مصاحبة لأعراض أخرى لأمراض أخرى، وبالتالي ليست مرتبطة بشكل وثيق مع اللقاح، وبالتالي في دراسات إحصائية بتتم هل هناك أعراض جانبية خطيرة تؤثر على تمت اللقاح ولا لا، لكن بشكل عام 90% من الحالات اللقاح الذي يصل الى المرحله الدائمه في الغالب يكون لقاح امن، لم تظهر اعراض شديده في المرحله الاولى والثانيه، ولكن ما يتم دراسته بشكل دقيق اكثر في المرحله الثالثه هو الفاعليه. فعليه هذا اللقاح على اعداد كبيره من البشر. دكتور، الجافي يعني منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تحالف جافي والكوفاكس غالبا أول يعني جرعة من أو الجرعات اللي ستقدم للدول النامية هتكون في الربع الأول من 2021. بصراحة الدول التي لا تستطيع أنها تشتري بمبالغ كبيرة والدول النامية وفكرة عدالة توزيع اللقاحات، هناك شعور أنه إحنا هنكون في ديل القائمة، لانه الدول القادره بتتعاقد مباشره مع الشركات، واللي مستني بقى في جافي وكوفاكس ده يستنى بقى ربنا يسهل هيجي له اللقاح امتى. لا، والحقيقه هذا يعني هيكون صعب جدا للتنفيذ، حتى لو بشكل منطقي اكثر منه تدور لمنظمه الصحه العالميه، لانه منظمه منذ البدايه، ودي الكل لابد ان يعلمها، ان حتى الدول التي اجرت عمليه التلقيح او استخدام اللقاح بشكل واسع لن تكون في مامن حتى يستخدمه الجميع، وبالتالي من المصلحه حتى الدول الغنيه ان تساعد الدول الفقيره لتغطيه اكبر حتى تعمل تغطيه اللقاح في دوله قد تسبب انه ينتقل اليها المرض مره اخرى. الجزء الاخر ان المنظمه من خلال زراعه كوفاكس ومن خلال الشركاء وخاصه الجهاز تعهدت بوصول الكميات بدايه العام المقبل ان شاء الله بمجرد الموافقه واعتماد اللقاحات لتغطيه حوالي 20%، المستهدف هو 20% من السكان من سكان العالم جميعا. بالطبع الانتاج الدولي للكافي اللي احنا بنشوفه حتى الان هم اعداد الدول التي بدات فعليا باستخدام لا تتعدى اليد الواحده. طبعا اليد الواحده، وبالتالي ما نقدرش نقول انه في تاخير كبير من الدول كلها بدات تستخدم، الدول الغنيه وفي تاخير في الدول الاقل دخلا او الاحتياج. ما زلنا في البدايه، متوقع ان خلال شهور المنظمه امنت جزء كبير اكثر من مليار جرعه تم تامينها بالفعل، وده بالطبع هيتم توزيعه بشكل عاجل للدول. مره اخرى بنستهدف المرحله الاولى 20%، ال 20% تم حسابهم بشكل تقريبي لتغطيه كبار السن والكوادر الطبيه. طب السؤال بقى اللي المواطنين كلهم بيسالوه، انا بسال حضرتك كطبيب يعني وكبرضه عضو في ال WHO، الناس تاخد الفاكسين ولا ما تاخدوش؟ لانه في ناس خايفه برضه بتقول ان هو لم يتم التجارب عليه كتير، يعني حضرتك بماذا تنصح؟ نتكلم على فاكسين محدد ولا بنتكلم في العموم؟ ان جنرال فاكسين، ان جنرال الفاكسين هو الوسيله الاكثر فعاليه والاكثر امانا للوقايه ومنع انتشار المرض. الفاكسين اللقاح الذي سوف يتم اعتماده سواء من الجهات المرجعيه المحليه او من الجهات الدوليه كمنظمه الصحه العالميه معناه انه امن وفعال.
بالطبع مره اخرى مهمه اللي دايما بنقولها، اللقاح ليس حل سحري هيبني مجرد استخدامه كل الاجراءات الاحترازيه، لابد من استمرار الاجراءات الاحترازيه فتره حتى نصل الى ما يسمى مناعه القطيع، ولكن يبقى اللقاح هو الحل الاكثر فعاليه. هل انتوا طبعا انا عارفه ان انتوا بتتعاونوا مع مصر منذ بدايه الجائحه، هل يعني هل بتتكلموا مع مصر في موضوع الساينوفارم، بتتكلموا على لقاحات اخرى؟ حاليا مصر ضمن الدول المستهدفه خلال منظومه كوفاكس في حوالي 20 مليون جرعه تم الاتفاق على كام يا دكتور؟ كام؟ 20 مليون، وده 2 مليون ده اللي اعلنته مصر. وزاره الصحه الحقيقه وزاره الصحه كخطوه استباقيه من طرفها لحمايه خاصه الادوار الطبيه استخدمت ساينوفارم قبل وصول ال 20 مليون لقاح القادمين من خلال كوفاكس او جافي، لكن استخدمت هذه اللقاحات. اللقاح حاليا هو اختياري طبقا لوزاره الصحه المصريه للكوادر الطبيه وكبار السن في المقام الاول، الى ان يصل الكود الاكبر من هذا التحالف انه يغطي حوالي 20%، و 20% ليست هي نهايه المطاف ولكن هي المرحله الاولى لتغطيه الفئات الاكثر. خليني اراجع الرقم تاني، انه مصر عن طريق كوفاكس طالبه كام جرعه يا فندم؟ 20 مليون. 20 مليون، 20 مليون عشان بس اكون ده، ودي متوقع يمثل حوالي 20% من 20 مليون ده يعني حضرتك بتقول كام في المية؟ معلش الصوت صعب. حوالي 20% يا فندم. 20% من ايه؟ من سكان، من تعداد السكان في الجماعة. من تعداد السكان. طب ال 20 مليون دول متوقع من اي لقاح؟ هل حددت اللجان في مصر ولا لسه؟ لا، هيكون من خلال اللقاحات التي سوف يتم اعتمادها وتاكد ان امنيتها، غالبا هيكون واحد من اللقاحات المشاركه في كوفاكس، حتى الان لم يتم التحديد، حتى الان منظمه الصحه لم تعتمد اي من اللقاحات. يعني معلش عشان ارجع عشان الصوت برضو مش واضح، فهذا يتم تحديده بواسطه منظمه الصحه العالميه وجافي ولا مع مصر ايضا؟ لابد من التنسيق مع الدوله، لان كل لقاح له اجراءات لوجستيه متطلبات لوجستيه في النقل والتخزين والتبريد، وبالتالي لابد يكون بالاتفاق ما بين الدوله واللقاحات المتاحه. وال 20 مليون جرعه دول متوقع يوصلوا امتى يا دكتور؟ الربع الاول ان شاء الله في 2021. الربع الاول ده ممكن يجوا في مارس يعني ولا يجوا في يناير ولا ايه؟ لا، هيكون صعب جدا في يناير بالطبع، صعبه، لكن حتى الان منتظرين خلال الاسبوعين القادمين الراي على بعض اللقاحات، وبناء عليه هيتم التوريد، يعني لابد لن يتم التوريد قبل اعتماد منظمه الصحه على احد هذه اللقاحات. فمنظمه يعني الجدول كده منظمه الصحه تعتمد احد هذه اللقاحات، يتم الاتفاق مع الدولة مصر أو غيرها، تقول الدولة أنا عايزة كذا أو يعني ال 20 مليون، ثم نبدأ في جدول التوريد. تمام، بالإضافة بالطبع أن تكون الدولة لديها خطة عن طريقة استخدامه والفئات المستهدفة كيف يتم الوصول إليها، ودي الحقيقة من ضمن الاستشارات الإيجابي، ومصر لديها مثل هذه الخطة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد الخولي استشاري أوبئة بمنظمة الصحة العالمية، بعتذر عن سوء الخط، هو الحقيقة على طريق سفر بس احنا أصرينا ان احنا نسمع منه وجهة نظر. خلينا نذهب إلى مصر، وهل ستحتفل الكنائس بالأعياد؟ القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. مساء النور يا استاذ لميس، وكل سنه وحضرتك طيبه. يعني هنعمل ايه في العيد السنه دي؟ احنا عملنا قرار في اجتماع المجلس الانجيلي العام ورؤساء المذاهب بتعليق كافه الاحتفالات والايام واحتفالات راس السنه واعياد الميلاد، ولكن قلنا ان عيد الميلاد بالنسبه للطائفه الانجيليه سنحتفل يوم الثلاثاء 5 يناير بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب ورعاة كنيسة أصل دبارة في حدود 40 شخص، وستقدم الدعوة فقط للسيد الرئيس على أن يحضر معنا إن شاء الله مندوب السيد الرئيس، وهنكتفي بالعدد ده، وعلقنا العبادة في كل كنائسنا والاحتفالات، وسمحنا فقط بالصلاة أيام الأحد، ويمكن لبعض الكنائس أن تحتفل بعيد الميلاد يوم الأحد صباحاً بأعداد محدودة جدا.
ولكن في انتشار للجائحة، فإحنا رأينا أن ناخد هذا القرار من منطلق أن حياة الناس وصحتهم مهمة، ولا سيما أن اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية أوصت بتعليق العبادات في الأسابيع الثلاثة القادمة لدي فيه عدد من الحالات في بعض كنائسنا، عشان كده أخذنا هذا القرار النهاردة. ما سؤالي بقى عن الحالات اللي ظهرت في الكنائس، يعني كان قداسة البابا كان اتكلم عن حالات أيضا بين القساوسة في وسط حوالي وفيات في 20 وفاة مثلا، فهل أيضا في الكنيسة الإنجيلية في ورصدتم إصابات لا قدر الله وفيات؟ عندنا عدد من الكنائس وبالذات في محافظات زي القاهرة والجيزة والأليوبية واسكندرية أكثر من الصعيد، عندنا حالات وعندنا بعض الوفيات من قادة الكنيسة في حدود 5 أشخاص تقريبا خلال الشهرين السابقين. يا ساتر يا ساتر، أساوسة يعني يا فندم، يعني من قادة الكنيسة. قادة الكنيسة وبعض القساوسة. وبعض القساوسة، ربنا يرحمهم. والحقيقة يعني طبعا جائحة الكورونا يعني مجتاحة الجميع. طيب انتم مكملين لحد هذه الإغلاقات لحد 15 يناير ولا ماذا بعد ذلك؟ احنا هنجتمع يوم 14 يناير لتقييم الموقف. إذا رأينا، واحنا كمان بنتابع مع مؤسسات الدولة في أي اتجاه بتتحرك، إذا رأينا إن الجائحة بتزداد هنعمل استمرار للقرارات لفترة تانية، لقينا الأمر بيقل هتعود العبادة تدريجيا في كنائسنا، يتوقف على مدى انتشار المرض، وإحنا بنضع صحة الإنسان أولا، يعني ده طبعاً. قرارنا النهائي، فمش هنتردد في أخذ قرارات جريئة وحاسمة إذا كانت الجائحة في تزايد. طب والأفراح والجنازات يا 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 سيادة القس؟ احنا عملنا قرار النهارده ان الجنازات تقتصر على أسرة المتوفي فقط، ولا تعقد أي عزاءات في قاعات مناسبات مساء. وبالنسبة للأفراح أسرتين العريس والعروسة فقط، اللي عايز وعنده استعداد يقبل بالشروط هنعمل له، اللي مش عايز مش هنعمل له، واحنا مدين توجهات واضحة لأنه الجائحة منتشرة طبعاً. وأعتقد الإجراءات الحاسمة ضرورية ومهمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يحمي الجميع، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا كان نفسنا في عيد أكثر بهجة، بس يعني يا رب يعني ربنا يفك الحالة دي. فبشكرك قس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية لحد هذه اللحظة. الكنيسة الكاثوليكية اللي هو بنتكلم في العيد 25 ستقيم الاحتفال كما هو، هنشوف بقى هل ده هيتغير خلال الأيام القادمة. لسه الأرثوذكس كان معانا حوار مع البابا توادروس الأسبوع اللي فات، ولسه الإغلاق عن يعني لحد آخر الشهر، آخر ديسمبر، هل هيستمر الإغلاق ولا العيد هيبقى شكله إيه بالنسبة للأرثوذكس؟ خلوني بسرعة بس أقول لكم الأرقام، وعلى فكرة الأرقام دي الأرقام اللي بتروح للمعامل المركزية، وإحنا عارفين إن في ناس كتير بـ 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 بتروح معامل أخرى، أو ناس بتروح بتحاليل دم وبتقعد في البيت، وبالتالي هذه الأرقام يعني قد تبدو قليلة، ولكن إحنا عارفين إن كل واحد فينا حواليه أصدقاء، عيلة، أهل، أي حد حواليه، ناس كتير، ناس في الشغل. يعني مثلا امبارح الجمعة كنا بنتكلم في 579 حالة إصابة و26 حالة وفاة، الخميس على طول كان 548 حالة، احنا بنزيد بالعشرين على طول يا جماعة، بالعشرين وفوق العشرين، وده أقل حاجة. الأربع وبصوا على حالات الوفيات، الأربع 544، الثلاث 523، الاثنين 511، الأحد 478، السبت 464، يعني الحالات في تصاعد مستمر. علينا أن ندرك ونخاف على نفسنا، القصة مش دور برد وخلاص. طيب خلونا نشوف أيضا ماذا سيحدث في الاحتفالات بقى في الفنادق، وفي قرار لوزارة السياحة. الأستاذ علاء عاقل عضو غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة البحر الأحمر، مساء الخير يا أستاذ علاء. مساء الخير أستاذ لميس، ومساء الخير على السادة المشاهدين. قررتوا إيه؟ الغرفة قررت إيه فيما يخص احتفالات الفنادق؟
طبعا زي ما حضرتك عارفه وبتتكلمي عن الاعداد انها في ازدياد، فطبعا في قرار طلع من وزاره السياحه ومن الدوله بعدم اقامه احتفالات طبعا لتوخي الحظر وعدم ازدياد الحالات اكتر واكتر. بمعنى ايه عدم اقامه احتفالات؟ يعني اجانب في اوتيل مثلا هتعملوا عشاء، مش هتعملوا عشاء، هتعملوا حفله وتجيبوا دي جي، يعني ايه عدم اقامه احتفالات؟ يعني ما يبقاش في احتفالات غنائيه او مهرجانات او ثقافيه او سياحيه. لكن بالنسبه للبحر الاحمر وكل التعاقدات المعموله مع شركات السياحه اتلغت منها احتفالات راس السنه من قبل بدايه الموسم الشتوي ده في معظم الحالات. ده لا يمنع طبعا ان بيبقى في عشاء مميز بيبقى موجود هيتعمل يوم كريسماس ويوم راس السنه، بيتصاحب بعد كده ببرامج ترفيهيه اللي هي بتحصل يوميا بصفه يوميه، مع الاخذ في الاعتبار الاجراءات الاحترازيه العاديه اللي احنا بنتبعها طبقا للاشتراطات الموجوده. طب ايه بقى الفرق بين البرنامج الترفيهي اليومي اللي انتم بتعملوه مثلا في المدن السياحيه وبين ان ناس تعمل حفله في اوتيل هنا في مصر عشاء برضه وبرنامج ترفيهي، ايه الفرق؟ الحفلات الغنائية والمهرجانات صعب جدا ان يحصل كنترول على الاجراءات الاحترازية. اما بالنسبة لمطعم بيتم فيه عشاء مميز بتاع راس السنة او الكريسماس بيبقى الترابيزات متباعدة طبقا للاشتراطات اللي موجودة، فدي بتختلف عن دي تماما يعني دي حاجة ودي حاجة. ايه بقى التوصيف؟ يعني بنتكلم يعني ايه منشآت سياحية؟ يعني بنتكلم على الفنادق على الفنادق. احنا بنتكلم انا شخصيا او حضرتك مسؤول عن الفنادق في البحر الاحمر، فانا بقول لحضرتك ده اللي هيتم في الفنادق. عشاء يصحبوا بعد كده برنامج ترفيهي طبيعي زي ما بيحصل في كل يوم، اللي هو انت برنامج ترفيهي ده دي جي رقاصه، يعني اشرح لي كده البرنامج الترفيهي ده بيبقى عامل ازاي؟ البرنامج الترفيهي بيبقى بيختلف عن كل لوكاندا للثانيه، كل منطقه ومدينه، الغردقه غير السفاجه غير مرسى علم. ممكن بيحصل دي جي، بيبقى في انترتينمنت في المسرح بتباعد، ده اللي بيتم كل يوم يعني. طيب كل يوم وماذا عن القاهره؟ يعني القاهره واسوان وجيزه كل ما هو احتفالات هي واضحه وصريحه جايه من وزاره السياحه. يعني ما فيش مطرب يجي يغني مهرجان او ثقافي او سياحي طبعا نتيجه ازدياد الاعداد لازم ان يعني مفيش حفله فيها مغني، مفيش حفله فيها مطرب، لا مفيش حفله فيها راقصه. طيب ايه امتى تم ابلاغكم بده؟ ده النهارده ولا امبارح ولا امتى؟ المنشور جه من وزاره السياحه يوم 17، وبكره هيحصل تعميم يوصل من يطلع من الغرفة المركزية غرفة المنشآت الفندقية المركزية، وهيتم توزيعه ونشره على جميع الفنادق في جمهورية مصر العربية. إذن مفيش احتفالات رأس السنة أيضا في مصر، مفيش احتفالات في الفنادق، مفيش المطاعم بقى، في مطاعم مش جوه الأوتيلات، مطاعم جوه مثلا مولز أو مطاعم جوه أي حاجة، مطاعم مستقلة كده، دي برضو بيسري عليها نفس الشيء. بصي حضرتك، هي الساحه مش هترجع الا لو حصل الوضع اصبح مستقر او تحت السيطره. فاحنا السنه دي القطاع تكبدت خسائر رهيبه، ودي نتيجه طبعا الاحداث العالميه، فطبعا مش هتيجي على راس السنه وهنتمسك بيها ونقول مش عايزين. لا طبعا، لا انا بسال، انا مش بتكلم عن السياحه بس، انا بتكلم على المصريين كمان، انا مش بتكلم على السياحه بس، ما احنا عايشين في يعني البلد. حضرتك لسه كنت بتتكلمي، مش من المنطقي ان الصلوات في الكنائس تبقى ملغيه والجوامع بعدد، واحنا نعمل حفلات مظبوط، وبعدين ان احنا ننادي ان احنا نعمل صح. حفلات ونزود الاعداد طبعا منطقي جدا بصوره كبيره، فبالتالي زي ما قلت لحضرتك السياحه مش هترجع الا لما يحصل سيطره على هذه الجائحه الفيروس. يعني نتمنى ذلك يا رب، يعني اللي احنا بصراحه يعني حاجه كئيبه، بس ومع ذلك اذا كنا وقفنا الصلوات، اذا كنا الكنائس مش بتحتفل، يبقى فعلا برضو الاحتفالات الناس بقى يعني تقتصر، ولانه طبعا الاحتفالات يعني حتى في لبنان مثلا اللي هي بلد الاحتفالات، وزير الداخليه هناك قال لك ممكن ترقصوا بس ومطاعم وكده، بس يعني على
كل واحد في مكانه، ما فيش حد يطلع يرقص على البيست، يعني ده قرار من وزير الداخليه هناك، فيعني نفس الشيء. طب دكتور استاذ علاء لسه معانا ولا مشي؟ ايوه يا فندم. طب معلش يا فندم، ده اخرنا بقى الساعه كام يوم راس السنه؟ هي ملهاش ساعه يا فندم، لان العشاء بيكون في الوقت الطبيعي، لان السياحه الخارجيه هو هيبقى يوم خميس، فده يعتبر في الايام اللي هي بنقفل الساعه كام؟ بنقفل لا انا بتكلم على الفنادق يا فندم، الفنادق ما بتقفلش يعني. الفنادق الناس اولا النزلاء هم بيبقوا الحفلات مقتصره على النزلاء اللي موجودين في اللوكاندا، الميعاد العشاء بيبقى في ميعاده الطبيعي، فيعني زي اي يوم عادي، بس العشاء بيبقى مميز في هذا اليوم نتيجه الاحتفاليه او المناسبه يعني. طراطير وزمامير بقى وكده. بشكرك شكرا جزيلا، يعني نحاول نفرفش الناس، هنعمل ايه يعني، اكيد مش هنعيش في اكتئاب. شكرا استاذ علاء عاقل، عضو غرفه المنشات الفندقيه ورئيس غرفه البحر الاحمر. خلونا نذهب الى قضيه اخرى. الكورونا يعني مسيطره على حياتنا طبعا، ولكن في قضايا اخرى في الحياه. امبارح يعني كان في قرار مهم للفيفا بإقالة الثلاثي من او إقالة اتحاد الكرة المعين برئاسة استاذ عمرو الجنايني، وتعيين لجنة ثلاثية جديدة مكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس احمد مجاهد، اللي بدأ بالفعل إجراءات العمل بسرعة، لأنه في ملف كبير لهذا في هذا في قضايا الاتحاد. معي على الهاتف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من الفيفا بإدارة اتحاد الكرة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. أهلا يا أستاذ. معرفش بيقولوا في هذه الظروف مبروك ولا الله يكون في العون ولا إيه؟ الله يا ربنا يكفينا شرها ويقوينا عليها يا رب. يا رب. يعني خليني ابتدي بالشغل على طول، يعني الان ما هي الملفات التي امام اللجنه الثلاثيه؟ بص يا فندم، اول يعني بس نوع كذا يعني تفضلتي وقلتي، هو مش اقبال اللجنه، هو الاتحاد الدولي لما بعت قال ان احنا قررنا استبدال الاسماء، ووجه الشكر للجنه السابقة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، أنا بقول لهم شغل الحقيقة اللي قاموا بيه في فضل الله. وممكن لو تعدل بس التليفون أو مكانك لأن الصوت بيقطع يا فندم، اتفضل. بقول لحضرتك أنا بس هو اللي حصل استبدال اللجنة اللي موجودة بالنص كده، بنص كده قرار الاتحاد الدولي، ووجهوا الشكر للأستاذ عمرو الجنايني ولجنته، واللي أنا بقول بوجه لهم شكر، ناس عملوا في ظروف صعبة جدا وقدموا اللي يقدروا عليه في ظل موسم ما كانش طبيعي. الحقيقه ان طبعا احنا جينا بالاول، قبل ما اقول الملفات اللي مكلفين بيها، احنا جينا على طول على مشكله في وسط، مشكله في ضمن مشكله البحر الشبابي، شبكت كده من قبل القرار بحكم حتى ان انا موجود في الاتحاد الافريقي كعضو يعني اكبر لجنه الاتحاد الافريقي للجنه البطولات المنصبه لكاس الامم الافريقيه، فبدانا نتواصل على طول في المساله ونشوف نحاول نتابع الملف اللي موجود في تونس. الاول طبعا في خلال فتره وجيزه جدا ان شاء الله باذن الله خلال ارتفاع طياره المنتخب المصري هتوصل بسبب الوطن، هيتحركوا على طول على فندق العزل، الامتحانات وتحليل الدم لكل افراد البعثه. احنا عارف ان حضرتك كان ارسل للدكتور محمد رجل عيله طبيب المنتخب الاول لتدعيم الجهاز الطبي اللي موجود هناك معاهم، على طول هيكون في عدد كامل من مجموعه المصابين ورعايه صحيه وطبيه ان شاء الله باذن الله مستمره. المجموعه الثانيه ان شاء الله باذن الله اللي يثبت سلامتها بعد ما تطلع نتيجه المساحات والخصوصات هيتوجهوا للادويه، وهنبعت لهم حتى لو هم عندهم عزل منزلي هنبعت لهم جوابات بالحالات كلها. المساله برضه بتوازي النهارده شكلنا لجنه للتحقيق فيما تم في المساله برئاسه الاستاذ حسين حلمي مدير الاداره القانونيه، الدكتور استاذ الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه في الاتحاد، الدكتور علاء عبد العزيز مدير الاداره الفنيه، مصطفى عدنان مقرر اللجنه. كل الامور والملابسات يتم توضيحها وشرحها والتحقيق
فيها وتعلن بالكامل الرأي العام. لو عندنا أي تقصير هنعلنه دون مواربة، مش هنضحك على نفسنا. في نفس الوقت وبالتوازي في مجموعة ولجنة شكلت عشان تاخد لو لينا أي حقوق في لحفظ حق منتخب الشباب ولحفظ حق الاتحاد المصري، إن شاء الله بإذن الله هنسير فيها حتى آخر الطريق، لكن بدون ومن غير نظرية المؤامرة. لا في حد أقوى مننا بره، ولا هو مسيطر ولا حاجة، ولا احنا أقوى من حد. احنا لنا حقوق، لو لنا حقوق مش هنتجاوز عنها، وفي نفس الوقت مش هنغور على حد حق على حق حد لو احنا مالناش حق. طيب طيب مهندس مجاهد، بس خليني اسال في مجموعه تفاصيل. واحد، هل كام مصاب؟ حضرتك بتقولي الطياره خلاص قدامها شويه وتنزل لارض الوطن، كام مصاب من فريقنا حتى هذه اللحظه من الشباب؟ بص يا فندم، احنا من البدايه عندنا 18 حاله. 18 وبعدين عملنا مسحه ثانيه. الكابتن ربيع ياسين و17 لاعب. ثم بعد كده اتحولت بعض الحالات من ايجابيه لسلبيه، وبعض الحالات من سلبيه لايجابيه. في المساله بالتفصيل عن الدكتور، طبعا انا عندي تقرير باسماء اللاعبين بكل حاجه، بالادويه اللي بياخدوها، بالحاله الصحيه اللي عنده حاله المايلد او الاتقال شويه، وكل التفاصيل دي موجوده. لكن في كل الاحوال لما يجوا بسلامه الله ويتعامل صحته والمساله نطمن تماما عليهم من الناحيه الطبيه، نقدر نتكلم في الامور دي. عندنا ولد من تونس بيلعب في تونس، استنى نظر هناك، ما جاش مع المجموعه. لكن في كل الاحوال ان شاء الله باذن الله سلامه الولاد اهم حاجه النهارده، ثم بعد كده ندور على التحقيق الكامل والحقوق اللي من كل الاطراف، ومش هنتحل راسنا. طيب. لو عندنا اي خطا هنوجهه بمنتهى الوضوح. التحقيق ده مهم جدا، لانه ما حدث اضاع امل جيل باكمله. يعني في جيل من الشباب، وحضرتك ادرى، يعني حضرتك عارف، انت كنت في اتحاد الكره قبل كده، تعرف هذه القصه. هذا الجيل من الشباب اللي تحت 20 سنه خلاص لا هيكمل بطوله افريقيا، لا هيوصل لكاس العالم، الموضوع انتهى بالنسبه له. كان عندهم امل كبير، وكل شاب منهم بيفكر انا هيحصل لي ايه بعد كده، هيتم تسريحنا، هيتفك الفريق، يعني قصه طويله. انا هطمن حضرتك من الناحيه الفنيه، المنتخب عنده فريقين، لو كمل في البطوله وكنا صعدنا من بطوله شمال افريقيا من الاثنين، كنا هنلعب البطوله الافريقيه في موريتانيا، ثم محدد ليها موريتانيا، ثم بعد كده كاس العالم اللي كان محدد لاندونيسيا. لكن حضرتك الفكره ان كاس العالم مواليد 2001، عندنا مواليد كل اربع سنين اسمه مواليد ذهبيه. طب يا جماعه، ممكن معلش يا باشمهندس، ممكن نقفل ونكلم حضرتك تاني؟ انا تقريبا مش سامعه الكلام، فممكن بس هنتصل بحضرتك كمان دقيقتين بالظبط او دقيقه بس، نقفل ونتصل تاني. انا مش سامعه الكلام وحاسه ان الكلام مش واضح. ممكن يا شباب لو سمحتوا. طيب خلونا بقى نرجع تاني نشرح ايه اللي حصل. اللي حصل انه اللجنه، كانت هناك لجنه معينه من المهندس عمرو الجنايني، لجنه خماسيه كانت معينه منذ فتره، من حوالي في اغسطس 2019. واللجنه دي كان المفروض جايه علشان تعمل انتخابات، حصل يعني اتمد لها فتره ثم فتره، ثم بعد ذلك كان المفروض ان يقوم هناك انتخابات، ولكن الانتخابات لم تصل، يعني ما قدرناش نعمل انتخابات نتيجه جائحه الكورونا. رجع لنا تاني مهندس احمد مجاهد. مساء الخير، يا ترى الصوت كده احسن باشمهندس؟ احسن يا فندم. كده انا سامع حضرتك احسن كتير. نرجع تاني للتحقيق، وكنت بكلم حضرتك ان هناك يعني حلم جيل باكمله راح. لا، انا بقول لحضرتك ان مواليد 2001 احنا عندنا كل اربع سنين مواليد اسمها المواليد الذهبيه، اللي هو بيبقى عنده كاس العالم، ثم بعد كده بيكمل الاولمبياد. فجيل مواليد 2001 هو من الاجيال الذهبيه اللي مستمره حتى اولمبياد 2024. يعني مش هينتهي بنهايه كاس العالم بس في الصيف يعني 2021، لا، ده هو مكمل حتى اولمبياد 2024. لكن بعد نهايه التحقيقات هنشوف هل في ممكن يكون في اي اسباب متعلقه باجهزه فنيه او اداريه، كل الامور دي هتتشاف وتنظر. لكن ما فيش حاجه اسمها تسريح للجيل، الجيل ده مستمر حتى 2024 ان شاء الله باذن الله. فما فيش ده كلام مهم جدا للشباب، ما فيش تسريح للجيل ده مكمل ل 2024 بالظبط يا فندم. طيب كابتن ربيع ياسين رجع مع الفريق ولا لا؟
الكابتن ربيع راجع ان شاء الله بالسلامه، وهيتم برضه يعني حجز وتقديم الرعايه الطبيه المطلوبه ان شاء الله باذن الله ليه، وربنا يقومه بالسلامه. لان هو كان في مستشفى وكده، فكنا عايزين نعرف لو كان راجع. كان في فندق، هو كان في فندق العزل هناك، وان شاء الله باذن الله هيعزلوا فورا باذن الله. بصراحة يعني في إحساس كده إن مفيش حد عمره بيتحاسب في اتحاد الكرة، فهل بالفعل إذا كان إذا ثبتت أن هناك أخطاء أو مش أخطاء، إهمال أو تهاون، هل هناك من سيحاسب؟ يعني حضرتك انتظري نتيجة التحقيق بعد ما يعني إن شاء الله بإذن الله يرجعوا بالسلامة، وربنا يشفي يا رب كل الشباب ان شاء الله باذن الله. بعد نتيجه التحقيق هيعلن المساله بالتفاصيل ان شاء الله باذن الله للراي العام. الكاف، وهل اعتمد الكاف نتيجه ماتش تونس بخسارتنا خلاص؟ لا، هو لحد النهارده يمكن قبل المغرب ما كانش لسه ظهرت النتيجه او يعني انتهت النتيجه، لكن في كل الاحوال يعني عشان نكون عمليين، حتى لو طلع اي شكل من الاشكال او اي مبررات من التبريرات، ما حدث في المرتين ما كانش لائق، حتى لو ما كانش العدد كافي في المباراه الثانيه، ما كانش في داعي ان الاولاد ينزلوا الملعب ويقوموا بعمليه الاحماء ثم يخرجوا ثاني، والحاله اللي حصلت من حالات الاحباط. وبعدين حضرتك تخيلي ان احنا حتى لو بقى عندنا 15 لعيب هم بس اللي موجودين هناك، لو حاله واحده بس لعيب اتطرد او اصيب في المباراه، فبرضه مش هيكون عندنا العدد المكتمل، ما كانش الناس هتتحمل في مصر ان النزيف ده يفضل مستمر، كان لازم يتم ايقافه. عشان كده قررنا على طول إعادة المنتخب. هل بصراحة حضرتك وانت بتشوف هذا المشهد ما جاتش في دماغك علامات استفهام؟ ازاي عندنا 18 واحد في الفريق عندهم كورونا؟ يعني طبعا الكورونا مش محدش كبير على الكورونا، وكلنا ممكن نصاب بيه، ولكن صحيح. بتكلم على 18، بينما الخمس فرق الاخرى اللي موجوده في نفس الاوتيل ما فيش فيهم غير اصابه واحده في ليبيا، ما فيش في علامات استفهام كبيره في تونس. ايوه يعني اصابه في فريق ليبيا، يعني احنا الوحيدين اللي عندنا الحالات دي. وطبعا هيتم دراسه الموضوع، والتحقيق هيبين الكلام ده، هل السفر المبكر كان مجدي ولا كان في مشكله، هل الاجتماعات، عدم عمل مساحات قبل المسحه الرسميه لشمال افريقيا، هل كان الاجراءات الاحترازيه متخذه، هل لما حصلت او ظهرت حالات فورا تم عزل الباقي ولا فضلوا مع بعض لمده، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تتوضح في التحقيق. لكن الاهم دلوقتي عوده الولاد بسلامه الله وعزلهم وتقديم الرعايه الطبيه ليهم ان شاء الله. بصراحة حضرتك التكليف الأساسي لك من الفيفا، أنا قريت الجواب، نورماليزيشن. يعني إيه نورماليزيشن باشمهندس مجاهد؟ نورماليزيشن نورمال يعني طبيعي، نورماليزيشن يعني تطبيع. دي اسمها لجنة التطبيع، ولجنة التطبيع أو نورماليزيشن كوميتي دي بتتعمل لما بيرى الفيفا إن في دولة من الدول الظروف عندها في التوقيت ده مش مواتي لعمل انتخابات بظروف اللائحة الطبيعية، وده ما تم في 20/8/2019 من تشكيل النورماليزيشن كوميتي السابقه، تمام؟ بعد كده اتمدلها، حصلت ظروف الكورونا 4 شهور، اتمدلها لحد نوفمبر، كان التكليف واضح جدا بخلاف تسيير الاعمال اليوميه، كان عمل لائحه نظام اساسي، اعتمد لائحه نظام اساسي، ومن ثم القيام بعمل لجنه انتخابيه واجراء الانتخابات. اللي حصل في نهايه نوفمبر ان اتعملت لائحه النظام الاساسي، وبعد الفتره دي ما كانش لسه اتعملت انتخابات، ف كلف او استبدل الاتحاد الدولي اللجنه بلجنه اخرى لاستكمال الاعمال اللي لم يتم استكمالها حتى الان، وهو تسليم الاتحاد لمجلس اداره منتخب، وعوده الاتحاد المصري اللي هو السنه الجايه 100 سنه اتحاد كوره، عوده الاتحاد المصري للظروف الطبيعيه، وما عدناش نبقى نورماليزيشن كوميتي، نبقى فوتبول اسوسيشن العادي. طب ناس كتيره تسال، طب والفيفا مالها؟ يعني لجنه مؤقته ولا لجنه منتخبه؟ هي الفيفا مهتمه قوي ليه كده بلجنه منتخبه او باتحاد منتخب؟ حضرتك احنا اولا العالم احنا الناس 211 دوله اعضاء الفيفا زي اللجنه الاولمبيه الدوليه، اللي بيدير الكره في العالم هو الاتحاد الدولي لكره القدم، واللي بيضمن ان اعضائه مستقلين، وان بيضمن ان الجمعيات العموميه سواء اللجنه الاولمبيه الدوليه او حتى
الفيفا او الاتحادات الدوليه المختلفه يضمن ان اعضائه لهم استقلاليه وجمعياتهم العموميه هي اللي بتجري بتقدم انتخاباتها وهي اللي بتقوم بدورها المحدد لها في اللوائح وفي القواعد وفي كل الدول. الاتحاد الدولي بيتابع بشكل مستمر ضمانة استقلالية الأعضاء، ضمانة طبعا كل الاحترام للدول وقواعدها وقوانينها، لكن في ظروف دولية برضو احنا بنقدرها. الاتحاد الدولي والناس في الفيفا شايفين مصر حاجة كبيرة جدا، ومصر حاجة كبيرة جدا ودولة عظيمة. مصر اتحاد بقاله 100 سنة، مصر أول دولة غير أوروبية تشارك في مباراة دولية رسمية. الاتحاد المصري هو أعرق اتحاد في أفريقيا وأعرق اتحاد عربي وأحد أعرق الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي. احنا ملتزمين بالقواعد الدولية، وحتى القانون المصري، قانون الرياضة المصري حدد وقال إن الاتحادات يضع كل اتحاد لوائح النظام الأساسي بما يتوافق مع اتحاداته الدولية. حتى الدستور المصري نص على احترام الاتحادات الدولية والمواثيق الدولية. كل الأمور دي بتؤكد أن مصر بتحترم كل الأمور دي، لكن في نفس الوقت هيتم التنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية وكل المؤسسات المعنية وشرح المسألة من كافة الجوانب والعواقب إن شاء الله بإذن الله عشان نخرج من المسألة ده بشكل يرضي الجميع، الحكومة المصرية والدولة المصرية والاتحاد الدولي وشكلنا قدام العالم كله. يعني معناها انه حضرتك بتقول انه هيكون في انتخابات مع امتى؟ انتخابات لاتحاد الكوره امتى يا فندم؟ التكليف الصادر للجنه حتى 31 يناير، ف ده اللي موجود. انا بقول لحضرتك هنقدم تقرير برضو مفصل للحكومه المصريه. احنا عارفين ان السيد رئيس الوزراء كان في قرار بإيقاف الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والشبابية، فهنشرح الحالة من جميع الجوانب والتفاصيل، وان العدد اللي موجود في اتحاد الكرة هو عدد بسيط جدا، ممكن يتعمل إجراءات، لان القرار ده لما تم اتخاذه حفاظا على صحة المواطنين، لما نقدر نقدم خطة وإجراءات مقبولة وشرح المسألة ان دي بالنسبة للاتحاد الدولي من الامور الهامة والعاجلة ان شاء الله باذن الله يتفهم الدكتور مصطفى مدبولي والساده في الاجهزه المعنيه المساله، وان شاء الله باذن الله تنتهي القصه بشكل يليق بمصر. طيب معلش انا هسألك السؤال اللي حساس اللي كل الناس تتكلم فيه، يمكن ما تحبش تتكلم فيه ان بابليك، ولكن هو ده السؤال الحساس، انه كل هذا تم كي ياتي المهندس هاني ابو ريده يرشح نفسه في انتخابات الاتحاد القادم ويكون له كده يعني حظ اوفر في رئاسه الاتحاد الافريقي لانتخاباته القادمه في مارس، هل هذا صحيح؟ لا، هو رئاسة الاتحاد الافريقي خلاص الترشيح، هو مش مرشح لرئاسة الاتحاد الافريقي خلاص، هو مرشح للفيفا كونسل او مكتب الفيفا اللي هو مكانه الحالي. وحضرتك احنا عندنا في الاتحادات الدولية زي ما موجود عندنا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد اليد، المهندس هاني ابو ريده هو ممثل مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم. على فكرة كان قبل المهندس هاني ابو ريده اخر ممثل لمصر هو الفريق عبد العزيز مصطفى، وكانت في انتخابات يعني صعبة جدا وكسبنا بفرق صوت. المرة اللي فاتت احنا كسبانين 50-4، يعني فرق كبير جدا. فمسألة الحفاظ على المقاعد الدولية دي انا متأكد انها من اولويات الدولة المصرية، ما فيهاش كلام وما فيهاش يعني هنا المقعد بيكون لمصر وليس لهاني ابو ريده. هو مصر رشحت واحد، الواحد ده هو هاني ابو ريده، ما عندناش فرصة لترشيح حد تاني، هو واحد اللي مرشح النهارده من مصر ومن الاتحاد المصري. اذا خسر هاني ابو ريده خلاص مصر مش موجوده ومش ممثله، مش موجوده في الفيفا مجلس الفيفا خلاص. لكن الحقيقه ان عشان بس نكون منصفين، مفيش في حته في الدنيا بيفضل موجود نورماليزيشن كوميتي او لجنه مؤقته تفضل الفترات دي كلها وباش في مجالس منتخبه، هذا لا يليق ولا يقبله الاتحاد الدولي. ولا يمكن في مصر بعد ما عملنا انتخابات الشيوخ والنواب واللي حصل والنجاحات دي كلها نقول للعالم احنا مش قادرين نعمل انتخابات اتحاد كوره، دي مساله سهله جدا. نعم. يعني مصر تعملها كده والناس يعني نايمه. فالمساله ان شاء الله باذن الله يكون فيها شرح كافي ووافي للاجهزه المعنيه وللحكومه المصريه حتى لا نسبب حرجا لاحد.
أشكرك شكرا جزيلا مهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وبالإعداد للانتخابات اللي بيقول لازم تكون يعني بنهاية يناير المقبل. الحقيقة كان في خبر يعني جيد بالنسبة للاقتصاد المصري كنا متوقعينه، كان قال لنا عليه السيد وزير المالية حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية أمس على المراجعة، طبعا المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي صرف الدفعة الثانية من اتفاق الستاند باي أجريمنت، الاتفاق البرنامج الذي وقع مع الصندوق بقيمة مليار و 600 يعني مليار 670 مليون دولار. الحقيقة انه الصندوق يعني كده المبالغ المنصرفة من هذا القرض 3.6، وفي لسه قدامنا دفعة أو شريحة ثالثة. الصندوق قال مجموعة من الأمور مهمة جدا، أنا هقراها بسرعة قبل ما نسمع السيد وزير المالية. مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد 19، مصر اعتمدت إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية، مصر قدمت دعما للقطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، لا يزال التباطؤ في النمو أقل حدة، وده جملة مهمة جدا، أقل حدة الآن مما كان متوقعا. الأسواق الخارجية أوضاعها تحسنت بالنسبة لمصر، التحول نحو سندات الدين الأطول أجلا سيؤدي لتخفيف مخاطر تمديد الدين، النظام المصرفي المصري لا يزال متمتعا بالصلابة حتى الآن، الاستمرار الإصلاحات الهيكلية يسمح بتزايد الإنفاق على الصحة والتعليم، ثم تحدث عن بعض المخاطر منها أهمية التركيز على زيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وإزالة العقبات البيروقراطية، وركز على ارتفاع مستوى الدين قد يسبب في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع. السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ لميس. انا عارفه بكلم حضرتك متاخر وخلاص، ده يعني حضرتك بتصحى بدري فانا بعتذر عن تاخير الاتصال، ولكن تقرير مهم من الصندوق، مش بس الشريحه اللي بناخدها ولكن تقرير ايضا المرفق بالموافقه، تقرير مهم. هو بيبقى اهم من الشريحه هو التقرير، لانه التقرير بيجي بعد مراجعه تقريبا اجتماعات متواصله ممكن توصل يعني على شهرين، وبيبقى فيها يعني عملية دراسة لكل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والهيكلية في الاقتصاد، وبالتالي التقرير اللي بيطلع دوت هو خلاصة للمناقشات والمفاوضات اللي دارت بين الجانبين، والصندوق طبعا بيبقى حريص جدا يكتب ايه ويقول ايه، لانه يعلم تماما ان التقرير بتاعه ده بيتم الاعتماد عليه في كل المؤسسات الماليه العالميه وفي كل مؤسسات التصنيف السياديه وايضا في المؤسسات الماليه والدول اللي بتتعامل مع مصر، لانه هو بيبقى ده الركيزه بالنسبه لهم في تقييم الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة المصرية. عشان كده ما بيجي الصندوق يقول مثلا الأداء أفضل من المتوقع، تعاملت مصر بحكمة مع الأمور، أنه الاقتصاد المصري عنده فرصة جيدة وأن هو قدر يستوعب كوفيد 19 وأثارها السلبية، كل ده وصلابة القطاع المصرفي والأداء بتاع الموازنة جيد والنواحي الخاصة بالسياسات النقدية مستقرة وجيدة والكلام ده، ده كله بيبقى العوامل الآخرين بياخدوها في اعتبارهم وهم بيقيموا آليات التعامل مع مصر، عشان كده بيبقى مهم جدا وأهم من الشريحة. من الشريحة. سيادة الوزير، الموافقة متى سيتم صرف الشريحة؟ يعني إمتى هتوصلنا في مصر؟ عادة بتبقى في حدود أسبوع من تاريخ القرار، يعني أقل سنة أكثر سنة، لكن هو في المتوسط بتبقى في حدود أسبوع من تاريخ صدور القرار، قرار صدر امبارح. كده إحنا بنقول إنه في مراجعة أخيرة والشريحة الثالثة، إمتى هذه المراجعة سيادة الوزير؟
يعني هي المراجعه الاخيره دي ان شاء الله باذن الله هتكون يعني قبل نهايه يونيو 21. وبالتالي ممكن الشحه الثالثه تبقى امتى يا فندم؟ يعني الشريحه بتبقى اولا هي مراجعه، المراجعه ديت بعدها بيبقوا في عندهم مشاورات داخل الصندوق الى ان يتم التوافق بينهم داخليا بين البعثه وما بين اداره الصندوق. في احنا بنبقى على طول في تواصل، لما بيحصل توافق كامل على كل شيء بيتحدد ميعاد للاجتماع. احنا ما بنبقاش يعني عملية تحديد الميعاد ده هم اللي بينظموه، لكن اللي بنبقى عارفينه ان مجرد ما بيتعمل الاجتماع وبيتقرر بيبقى الشريحة في خلال اسبوع بلس او ماينس يعني من القرار، لكن تحديد الميعاد وما الى ذلك دي حاجات بتبقى هم اللي واخدين وقتهم فيها. يعني هل سيتم طرح سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في النصف الاول من العام المقبل يا فندم؟ هذا الخبر غير صحيح. الخبر ده كان بيربط بين حاجتين، بيربط ما بين انه احنا دايما لما بنعمل الموازنه العامه للدوله بيبقى من ضمنها في مواد في قانون بتاع رابطه الموازنه العامه للدوله بيتيح لوزير الماليه عشان يغطي العجز الموجود في الموازنه، وده من مئات السنين مش هقول عشرات السنين، انه دايما ده ماده في القانون بتقول وزير الماليه علشان تغطيه اي فروقات ما بين المصروفات والايرادات من حقه ان هو يطرح ادوات دي، بيطرحها داخليا او خارجيا، هتلاقي ماده موجوده في قرارات الموازنه على طول كل سنه بتطلع. دايما وزير الماليه بيخش مجلس الوزراء ويقول والله انا يعني في جزء ممكن اخرج اموله بطرح سندات دوليه، بيستأذن مجلس الوزراء فيه. احنا كنا قلنا والله اقصى حاجه ممكن نعملها ايه؟ وفي حدود 7 مليار دولار، بس ده مش معناه ان انا اروح اعمل 7 مليار دولار، انا ممكن ما اروحش خالص، ممكن اروح لمليار 2 3 بحسب الظروف. يعني احنا دايما في تواصل مستمر وتنسيق مع البنك المركزي، احنا دايما بنتابع يعني ايه هو الظروف بتاعتنا اللي بنمر بيها ووفقا ليها بناخد القرار. المثال على كده ان نفس القرار ده كان معايا السنه اللي فاتت من مجلس الوزراء ب 7 مليار دولار، لما جينا نزلنا في شهر نوفمبر وخدنا 2 مليار دولار وقلنا خلاص احنا مش محتاجين تاني ننزل اسواق الدوليه، لكن لما جت كوفيد 19 وجت عمليه انقطاع السياحه واضطراب الاقتصاد العالمي واثر على التصدير واثر على قناه السويس وايضا ما حدث في اسعار البترول وكوفيد 19 وتاثيره على الخليج واثره على برضه تحويلات المصريين، كل دوت خلانا ان احنا نقول لا احنا هنروح. فرحنا في نهايه شهر مايو وطرحنا وخدنا 5 مليار دولار. لما اجي ابص السنه دي انا معايا القرار دوت من القانون الموازنه اللي صدر في شهر 6 وقرار مجلس الوزراء اللي كان على طول بعد القانون، يعني اخر 6 بدايه اول شهر 7، لكن احنا من ساعتها اول شهر 7 حتى الان ده احنا نهايه مارس كل اللي نزلنا فيه طرحنا السندات الخضراء دي، كانت لاول مره عاوزين نطرحها لانه حبينا ان نقود المنطقه في ان احنا نكون اول دوله في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقد تكون في افريقيا تطرح سندات مما يسمى بالسندات الخضراء اللي هي بترتبط بمشروعات ذات اثر بيئي يعني جيد وما الى ذلك، وكانت في حدود ال 750 مليون دولار. وبالتالي السؤال من ال 7 مليار انا خلاص طرحت 750، هل في قرار وانا بكلم حضرتك ان انا انزل الاسواق العالميه؟ الاجابه لا. طب هل من الممكن ان يكون في فتره اخرى قبل نهايه السنه الماليه؟ اقول لك في احتمال حسب الظروف، لو انه بالتنسيق مع البنك المركزي قلنا محتاجين ننزل هننزل، ما فيش واحنا خلاص الامور مش لا تتطلب مش هننزل. طيب هل في كنا بنتكلم في الحوار مع حضرتك انه مخصص عن مخصصات الكورونا، احنا دلوقتي في الموجه الثانيه، هل في مخصصات جديده للكورونا؟ هنكمل ال 100 مليار، احنا كنا صرفنا اعتقد 65 مليار، هنكمل ال 100 مليار؟ وهل في مخصصات معينه للفاكسين قد نضطر ان احنا نشتريه بعيدا عن جافي وكوفاكس، ان ده ممكن يتاخر، ممكن مثلا نفكر ان احنا نشتري زي الدول الاخرى، هل في مخصصات لذلك يا سيادة الوزير؟ الإجابة أيوة، وإحنا على طول من يعني أي طلبات للصحة، إحنا لسه يوم الأربعاء كان في طلب بمليار جنيه
للصحه توافق عليه في مجلس الوزراء واتاخد من الاحتياطيات. قبلها برضو كان في طلبات برضو في حدود 1.5 مليار، يعني على طول كل اسبوع او خلافه اي طلبات بتجينا من وزاره الصحه او من وزاره التعليم العالي بنتعامل معاها. برضو حضرتك بتسالي سؤال، طيب لو احنا محتاجين اي مبالغ اتخذ القرار بانه فاكسين معين اللجنه العلميه قالت اوكي انا عاوزه هو دوت وانا موافقه ان نشتري على ده، هنروح نشتريه. احنا اوريدي مضينا مع جافي ب 20% من احتياجاتنا، ووقت ما تيجي ده بيبقى بفلوس يعني. يا سياده الوزير، يعني اللي جافي ده بيبقى بفلوس مخفضه ولا بيبقى ايه بالظبط التعامل مع جافي ازاي؟ والله هي مديه يعني السعر في شرائح، في شريحه زيرو يعني للدول الفقيره بيدوها بدون مقابل، في شريحه مخفضه للدول اللي هي يعني اعلى في الدخل شويه او يعني ما هياش في درجه فقيره، في شريحه للدول اللي ذات دخل لكن دخل منخفض. فكل الدول كل دوله مصنفه داخل شريحه معينه هتاخد بالسعر اللي هو محطوط لهذه الشريحه. لكن احنا لو انه يعني تم التوافق على اي حاجه اخرى، وزاره الماليه لن تتاخر في تدبير الاموال اللازمه لهذا التكفيل. احنا ما عندناش اي يعني قيود او حدود عن اي موازنه مطلوبه في هذا الشان. تمام، واحنا في اي شريحه يا فندم في الدول بتاعه جافي؟ اللو انكم، يعني اللي هو يعني ما احناش فقيره ولكن يعني نقدر نقول ايه تحت المتوسط. تحت المتوسط. يعني نتمنى ان احنا يعني نقدر ان احنا نصل للفاكسين ويكون هناك قرار من اللجنه العلميه بالفاكسين اللي هناخده. ويعني بشكرك السيد الوزير، الحقيقه انه قرار مهم من صندوق النقد، وزي ما حضرتك قلت التقرير هو اللي مهم لانه هذا التقرير هو اللي بيشرح وضع الاقتصاد المصري طبقا لرؤيه صندوق النقد. وده لما بنروح الاسواق نستلف او بنروح الاسواق او بنطرح حتى استثمار او بنتكلم عن اي شيء، هذه هي الشهادة اللي احنا بنتكلم عليها أمام العالم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد معيط وزير المالية. بشكرك على المجهود يا فندم كمان الحقيقة. شكرا سيد الوزير. وغدا عندنا حوار مهم أيضا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الحقيقة الحوار ده مهم، هتتكلم فيه على الصندوق السيادي، هتتكلم فيه على التخارج من بعض شركات الخدمة الوطنية، هتتكلم فيه عن التنمية الاقتصادية، ماذا يعني التخطيط، ازاي بيشوفوا خريطة مصر. الحقيقة ده حوار مهم جدا، نتمنى انه يعني تستمتعوا بيه، يكون في معلومات مهمه. هخرج بهذا التقرير قبل الفاصل. الحقيقه ان الحكومه وضعت مخطط مهم ل مخطط فني وهندسي للاستمتاع بكورنيش النيل. احنا المصريين مرتبطين جدا بكورنيش النيل، لكن احنا ما بنتكلمش على كورنيش بس في القاهره فقط، ولكن بنتكلم على كورنيش النيل من اسوان لحد يعني آخر نقطة في الدلتا وفرعي دمياط ورشيد. إزاي يتم تحسين جودة الخدمة، إزاي يبقى في مساحات خضراء، إزاي يبقى في خدمات لا تضر بالبيئة. ممشى طويل بدأ جزء من تنفيذه، ممشى وهيكون في مرسى لليخوت ولسان ومسرح مكشوف للحفلات. خلونا نشوف جزء من هذا التطوير في ممشى أهل مصر. مين فينا يقدر ينسى المنظر العشوائي لمواقف مراكب النيل واللي كان بيسبب بعض المضايقات للمرة، واللي خلى كتير مننا يتخلى عن فكرة انه يخرج يتمشى مع عيلته على كورنيش النيل. ولان الدولة المصرية شغالة على قدم وساق في مجالات التنمية، جت من هنا فكرة مشروع ممشى اهل مصر. المشروع عبارة عن ممشى بيضم مسطحات خضراء ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وخدمات ترفيهية عشان يحقق ثلاث أهداف رئيسية. أولاً خلق بيئة مناسبة لأماكن الخروج والتنزه للمواطنين. ثانياً استغلال المكان بشكل سليم يضمن حق الدولة في استثماره. ثالثاً وأخيراً إعادة الشكل الحضاري لمظهر كورنيش النيل العريض. تم تقسيم المشروع لثلاث مراحل. المرحلة الأولى بطول 2 كيلو متر وبتمتد من كوبري 15 مايو لكوبري أكتوبر،
المرحلة الثانية بطول 3.2 كيلومتر وبتمتد من كوبري قصر النيل انتهاءً بكوبري مبابة وكوبري الساحل. المرحلة الثالثة بتتكون من قطاعين، القطاع الأول من كوبري تحيا مصر لكوبري الساحل، والقطاع الثاني من كوبري قصر النيل لكوبري القصر العيني. وبيضم الممشى مشروعات متنوعة للتنمية والاستثمار السياحي من مطاعم ومسارح عائمة ومراسي نيلية ومساحات خضراء وأماكن انتظار للسيارات. ممشى أهل مصر بيمثل فعلاً نقلة حضارية لاستعادة الواجهة النيلية الأجمل في مصر. خالد جمال، كلمة أخيرة.